وعليكم السلام. فقط خلق الرزق، لا مو نفيه، وإنما لا تقول، الرواية تقول. وفي المقابل هناك خطب ظاهرها الصريح أنه أنا الخالق أنا الرازق. لا ها هذا تأويل يصير تؤول. أما الرواية التي تقول الإمام رضي الله سلام الله عليه قال أما الخلق والرزق فلا، يعني لا تقولون، يعني لا تقولون علي بن أبي طالب خالق، لا تقولون علي بن أبي طالب رازق، حتى يعني لا إيه بلا شك. قالوا لا تقولون، قالوا لا تقولون، هاي الكلمة لا تقولوها. إيه مو هم رزقوا، يعني لا تقولون هم الرازقون بيمنكم. رزق الورى، من رزق؟ الله عز وجل. وسائط لله، اكو احد الوسائط ميكائيل، ميكائيل وسط الرزق كما في الروايات اكو. هناك روايه في ثواب الاعمال تقول ان الله اذن الملك من الملائكه في خلق السماوات والارض. اي الله عز وجل بواسطه الملائكه يعمل الاعمال. مو مستقيما هو يعمل. هو النهي، يعني لا تقولون، قالوا لا تقولون بس كافي. من يقول؟